والنبي كنت هقول لك تعملي كده، بس يا اختي خفت تقولي عليا بخرف. الله يرحمها ستي صفية كانت بترش الملح الخشن على الأرض عشان النفس يعني وكده، وكانت تلقع عرق الصوص بالليل وتيجي تاني يوم تمسح بيه الشقة كلها عشان تمشي الشياطين اللهم احفظنا. بس أنا بصراحة بعمل كده عشان أمشي الطاقة السلبية من البيت. يا اختي الله يرحمها كانوا بيقولوا حلوة مش كده؟ كانت زي القمر. انت عارفة ان هما كانوا بيقولوا عليها زي ما بيقولوا عليكي كده بالظبط؟ والنبي كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هي مستها ملايكة وهي صغيرة عشان كده طلعت زي القمر. يا اختي بيقولوا مستها الملايكة، انما انا بيقولوا عليا بنت الشياطين. عندك صورة ليها؟ عندي في اوضة بابا جوه، بس بصراحة هو قافل عليها وما بيحبش حد يمسك حاجته وهو مش موجود. طب انا خلصت المطبخ، هتعوزي مني حاجة؟ اعملي اوضة جهاز. يا لهوي يا عيني. عملت ايه؟ في ايه اللي حصل؟ اجهاد في ايه؟ فهمني بس، هو ايه اللي حصل؟ طب هتفهمني؟ مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ اتخانقت مع بابا طيب؟ لا بالعكس. امال في ايه؟ هو انت مش المفروض تكون مبسوط وعملت اللي انت عايزه؟ رفضنا سمر. نعم؟ رفضته؟ ده مين اللي رفضك ان شاء الله؟ عم شاكر قال ان احنا مش مستوى الاجتماعي. ده مش كلام عمك، ده كلام العقربة مراته. والنبي يا اخويا ولا يهمك، ده انت بنات الدنيا كلها تتمناك يا استاذ جهاد. حبيبتي انت كده خليك في الموضوع اصلا، ما تخليكي في حالك، روحي في المواعين. امشي. انا هكلم لبنى ولا يهمك. اوعي تعملي كده. اسمعني، سليله كانت عندهم واكيد كلمت شهيره وعملت مشاكل عشان كده كل ده حصل. انا هتكلم مع لبنى ولو هي موافقه هكلم جدي، وان شاء الله جدي لما يخش في الموضوع كل حاجه هتتم. مش ورايا كل حاجه هتبقى كويسه.